بعد التحايا والسلام، يا رب تكونوا بخير وعافية. اليوم رجعنا لكم بفلوج جديد، هنصور سوق شعبي اسمه سوق شيبرز بوش ماركت وأكسبريج رود، يعتبر برضه شارع شعبي في غرب لندن هنا. فيلا بينا. طول شارع أكسبريج رود 19 كيلومتر، يعتبر من أكبر أو أطول الشوارع في لندن. مين وينك؟ عدنان. ده واحد صاحبي لقيته بالصدفة. ماشي يا معلم، شكرا. الشارع بيبدأ من منطقة شيبرز بوش ولغاية الأطراف الغربية لضواحي لندن. بيميز شارع أكسبريج رود كل المحلات والمتاجر اللي فيها تقريبا من منطقة الشرق الأوسط، القرن الإفريقي والدول الآسيوية، من مطاعم وبقالات ومكتبات ومقاهي وجزارات وصالون حلاقة، محلات تحويل، كل شيء. هنا طبعا في محلات بتبيع الملابس العربية والإفريقية والإسلامية، وأغلب المحلات دي اللي بتبيع الملابس دي هي محلات للجالية الصومالية اللي هنا. يا جماعة طبعا ده أشهر محل يعني للحم الحلال هنا. عندنا أخونا صباحي قاعد هنا من الزمن الفكتوري، هنا شغال هنا له 500 سنة، زمن الفراعنة. أخونا عدنان يعني هو كان شرفنا لكذا سنة، اشتغل معانا ويعرف خبايا وأسرار الشغل كويس، ولكن ما زال هو متواصل معنا، فمرحب به ومرحب به دائما وأبدا. ويا جماعة لايك لعدنان وسبورت عدنان. طبعا اخواننا في منتجات للاخوه الاثيوبيين والاريتريين، انجيره، حنباشا، عندنا هنا الكسره السودانيه هنا، بالاضافه للخبز العربي. ده سوق شيبرز بوش ماركت، سوق شعبي افتتح سنة 1914. لو ملاحظين هنا كلها سلع وملابس ومواد غذائية، منتجات من الشرق الأوسط والقرن الإفريقي. أسامة حبيبنا أسامة بيحييكم. وده مطعم برضو أخونا السوداني هنا ببيع الفلافل والأكلات على الطريقة السودانية. السوق ده يا أخوانا بيكون مفتوح من يوم الاثنين لغاية يوم السبت من الساعة 8 صباحا لغاية 6 مساء. ده أشهر تيمان هنا في السوق. ألو قاري هرب. السوق طبعا بقى في منطقة شيبرز بوش، عشان كده بسمونه شيبرز بوش ماركت، على الجانب الشرقي من السكك الحديدية لخط هامرسميث وسيتي تيوب، من الجانب الشمالي طريق أكسبريج رود، ومن الجنوب طريق جولدهوك. أشهر مطعم هنا في السوق بقدم لك السمك مشوي وفول وفلافل. المطعم سوداني وشريك مصري برضه. خلينا نجرب أكل السمك هنا. ده الطبق بتاع السمك، سمك مشوي حار طازة، معاه سلطة مخلل، طحينة، سلطة روب، وباذنجان، خبز ولبيت بريد، وشطة حمراء وخضراء. والله رهيب رهيب صراحة. اللي بيجي السوق هنا وما ياكل سمك هنا في المطعم ده والله يعتبر لا جا السوق ولا عمل أي حاجة. لازم يجي هنا يجرب السمك وعلى ضمانتي إن شاء الله. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. معاكم سلام.